اهلا بيكم. النهارده لقاء مهم جدا جدا عبر وسائل التواصل، هيكون مع ضيف مهم للغايه، لكن خلينا اقول لكم ان في نقاط عديده بتطرح نفسها بقوه فيما يتعلق بفيروس كورونا. اول هذه النقاط ان في بعض الحالات في العالم ريبريزنت فيروس كورونا، زي ما حصلت في بروكلين، حاله دخلت 60 سنه ودخلت باعراض تشبه اعراض الذبحه الصدريه، كانه هارت اتاك. ولما قاسوا التريبونين لقوه عالي، دي من ضمن دلالات الهارت اتاك، من ضمن دلالات جلطه القلب. وبداوا يجهزوا كل معداتهم، كل شغلهم، على انهم هيدخلوا يعملوا قسطره ويشوفوا الوضع ايه. دخلوا لقوا انه الشريان الكورونري او الشريان التاجي سليم 100%، واكتشفوا ان المتسبب في كل هذه الاعراض هو فيروس كورونا نفسه. فده يخلينا نقف قدام الفاريابيليتي او الاختلافيه في البرزنتيشن، في التواجد المرضي لهذا الفيروس. كمان نقطه مهمه قوي، هل فيروس كورونا هو فيروس يعمل التهاب رئوي بشكل كلاسيكي، ولا في علامات استفهام في انه في وراء الالتهاب الرئوي؟ مش ده التهاب رئوي طبيعي، ده في زي ما بيقولوا رد فعل مناعي عنيف، سايتوكاينز ستور، او ردود فعل مناعيه مرتبطه بمواد كيميائيه داخل الجسم بتخلي رد الفعل غير تقليدي، مش زي الالتهابات الرئويه الفيروسيه التقليديه. برضو سؤال هيطرح نفسه مهم النهارده. النهارده اللقاء زي ما قلت لكم مهم جدا، لانه مع قيمه علميه كبيره واسم كبير في عالم جراحات القلب، مش على مستوى المصري فقط ولكن على المستوى العالمي، جراح العالمي الكبير والاسم الكبير في عالم جراحات القلب، استاذنا استاذ جراحه القلب استاذ الدكتور جمال سامي، استاذ جراحه القلب الشهير. اهلا بيك يا استاذنا. اهلا اهلا دكتور ايمن باشا، ازاي ساعتك يا فندم؟ والله وحشني جدا جدا. ربنا يخليك، بس يعني حاسس ان احنا بينا مسافه كبيره، المسافه فعليا 2 كيلو بس. طبعا يعني احنا نعتبر جيران يعني، وانت وحشني جدا جدا، لكن اكيد كل يوم ما بيبقاش اليوم له معنى من غير ان انا اشوف تعليقات الدكتور جمال في الفيسبوك واستمتع بارائه واتابع، وخصوصا انه دايما صفحتك منتدى رائع جدا طبي بيلتقي فيه كل اساتذه القلب والبطنه وجراحين القلب في مصر وبره مصر، بيعملوا منتدى على الصفحه عندك. انا بعشق المناقشات العلميه والمتابعات على يعني على الصفحه، بتبقى كاني انا قاعد معاك يعني. ربنا يخليك، ده شرف لينا، ودايما وجودك بيسر المناقشه. وانا بعتبر على فكره الصفحات ديت والمناقشات ديت مهمه جدا جدا، لانها بتخلينا يعني نتواصل مع افكار ناس على درجه عاليه من الذكاء، وعلى درجه عاليه من القدره على التفكير خارج الصندوق. وكتير جدا من الافكار دي زي ما حضرتك شفت الفتره اللي فاتت ديت، بنلاقي ان 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 الناس اللي موجودين في مراكز اتخاذ القرار في علاج الفيروس الجديد ده، في حاجات كتيره جدا ابتدوا يفكروا فيها زي ما احنا فكرنا فيها، وابتدوا ان هم يحاولوا ان هم يطبقوها. يعني كويس طبعا. انا عايز ابدا الاول حواري مع حضرتك، واسمح لي ناخد من وقتك شويه النهارده واستغل وجودي معاك، لان احنا بقى لنا كام يوم اهو بندور ان احنا نتواصل معاك، لكن انت مشغول عننا شويه. بس جميل قوي ان حياتك مش متاثره، يعني انا حاسس ان حضرتك بتحيا بشكل طبيعي نسبيا، يعني الحظر وكل حاجه، بس حياتك وهواياتك بتعيشها عادي، يعني الغوص في مواعيد. بس الاول حضرتك حاجه، هو يعني احنا لسه ما عرفناش الفيروس ده كويس، انما التوقعات ان الفيروس ده هيقعد معانا فتره طويله. وحتى لو لقينا فاكسين للفيروس ده، الفاكسين ده مش هيبقى افيلبل قبل سنه، ولما يبتدوا ينتجوه على نطاق كبير عشان يكفي سكان الكره الارضيه كلها، دي مرحله تانية، وطبعا هيروح للدول اللي هي بتدفع في التطوير بتاعه الاول. فاحنا مش هيجينا الفاكسين ده قريب، وبالتالي اعتمادنا كله في مواجهه الفيروس ده هو طبعا اعتمادنا على ربنا رقم واحد. انما احنا لازم نتعامل مع القصه دي بذكاء شويه، وفي دول تانية تعاملت معاها بذكاء شديد، من الدول المحبه
للعمل. وانا متاكد ان الاداره المصريه على اعلى مستوياتها من هذه النوعيه من الاداره المحبه والمقدسه للعمل. فاحنا ما عندناش الرفاهيه ان احنا نقعد قاعدين مستنيين ان في حد يجيب لنا المناعه ديت او ان احنا ننجو بطريقه او باخرى من الفيروس. فيروس خطير بيتنقل بصوره سريعه جدا وبيأثر في شريحة معينة من الناس بطريقة عنيفة جدا يمكن تنتهي بالوفاة. فلا يمكن المجتمع كله هيفضل قاعد مستني مين اللي هيجيله ومين مش هيجيله، انما لازم ان احنا نتعامل بذكاء مع الفيروس ده هو. والذكاء اللي احنا قدرنا ان احنا نفهم بيه في الفترة اللي فاتت دي ان مهم جدا حتة التباعد الاجتماعي وعدم الملامسة. طبعا هي ضد ثقافتنا كمصريين، احنا بنشوف بعض، كنا بنقابل بعض بالحضن وبالبوس في اي حته، يمكن ناس ما نعرفهمش اول مره. عجبك كلمه من كان اول مره في اول لقاء كده، في اخره لازم نسلم ونبوس خلاص طالما استظرفنا بعض. فطبعا الحكايه ديت لازم نبتدي ان احنا نتعامل معها بذكاء لغايه لما نطلع بس من القصه ديت. عدم التلامس، التباعد، حماية الأنف والفم والعينين أثناء التواجد في أماكن مزدحمة أو في أماكن مقفولة زي المصارع الحكومية أو البنوك، وكثرة غسيل الإيدين واستخدام المطهرات زي الكحول بكثرة، وعدم لمس الوش، وزي ما صديقي وأخويا أستاذ دكتور أيمن والمجد قال غسيل الوش كمان زي غسيل الإيدين. كل دي حاجات بسيطة جدا لو عملناها الفيروس ده ينط في الهواء كده ويغطي وش او عين ومش هتلبس حاجه، هتبقى فريكونت الهاند هايجين زي ما بيقولوا. فالقصه ممكن بسهوله وبذكاء نقدر ان احنا نتعامل مع الخطر الموجود ونحمي نفسنا ونحمي اسرنا لما نرجع البيت. بس انما مش ما عندناش الرفاهيه ان احنا نقعد ما نعملش حاجه. عندي سؤالين مهمين. السؤال الاول فيما يتعلق بطبيعة المرض، يعني رؤية حضرتك الطبية عن مستجدات أو بمعنى أصح النقاط اللي بدأت تكشف عن نفسها في طبيعة المرض ده إيه؟ ده النقطة الأولى. النقطة الثانية قيمة التنفس الصناعي، يعني برضو بعض الحوارات الطبية. أنا يعني في أسئلة كتير النهاردة أنا عايز أسأل حضرتك فيها، بس في حوارات وفي يعني نقاشات علمية عن قيمة التنفس، هل هو له قيمة ولا في حالات في بعض الناس في العناية بتلاحظ ان في حالات ما بتستفدش من التنفس؟ الحتة دي عايزين نفهمها، هي والباثوجينيز او طبيعة المرض نفسه. بالنسبة لطبيعة المرض في الايام القليلة اللي فاتت ديت ظهرت نتائج التشريح بتاع جثث المتوفين في الصين وايطاليا وفرنسا و متعدد كده، وديت ألقت بضوء جامد جدا على طبيعة المرض. ما احنا عشان نعرف نعالجه لازم نعرف هو بيشتغل ازاي. فالفيروس ده هو ما بيشتغلش زي الفيروس بتاع الانفلونزا ان هو بيعمل التهاب في رئة لو نزل تحت، لا هو بيعمل حاجات تانية غريبة جدا. الفيروس ده هو بيهاجم زائد ان هو بيعمل طبعا التهاب في الرئة، انما الحاجه الغريبه اللي فيه ان هو بيهاجم كرات الدم والحمراء اللي هي مسؤوله عن شيل الاكسجين ونقله من الرئه للانسجه المختلفه. بيهاجم كرات الدم، ودي حاجه غريبه جدا بالنسبه للفيروس لان كرات الدم ما فيهاش نواه، وبالتالي الفيروس اصلا مش مفروض ان هو يهاجم كرات الدم لان هو ما فيهاش نواه فمش هيستفيد بيها في حاجه. فبيهاجم النواه او بيهاجم سوري كرات الدم ويطرد الحديد اللي جواها. كرات الدم الحمراء بتاعتنا فيها جزيء حديد هو ده اللي مسؤول عن حمل الاكسجين، فبالتالي لما بيطرد الجزيء ده كرات الدم ما بتقدرش ان هي تشيل الاكسجين وتديه للانسجه، فبالتالي بدخلنا في حاله زي حاله التسمم الحديد باول اكسيد الكربون. اه لا باول اكسيد الكربون كمان ده غير الحديد اللي طلع ده لسه هيعمل التهاب زي الهيموكروماتوزيس كده، حاجه كده يعني مرض فيه تسمم حديدي. الحديد نفسه لما بيطلع بره بيبقى في حاله متأينه بيلهب جدر الشرايين والاورده فاسكولايتس
الرئه، بيعمل فاسكولايتس في حتت كتير من الرئه، وبيعمل انسداد وجلطات صغيره في الشرايين بتاعه الرئه. وحاله الفاسكولايتس ديت تبقى حاله عامه، زائد ان الهيموجلوبين اللي عندك بقى غير ذي قيمه، يعني اكنك عندك تسمم باول اكسيد كربون. لو تفتكر الناس اللي بتنتحر ان هي تروح مشغله العربيه في الجراج تفضل قاعده بتشم العادم اللي طالع، هي بتموت من اول اكسيد الكربون. اول اكسيد الكربون ده بيروح للهيموجلوبين ويتحد معاه، وبالتالي بيمنع الاكسجين ان هو يجي معاه. انما لما بتدي اكسجين بكميه كفايه الكربوكسي هيموجلوبين ده بيقل. انما في حاله الفيروس دوت حتى لو اديت اكسجين بكميات كبيره مش هيطردوا، انما بيساعد كرات الدم الحمراء الثانيه ان هي تاخد الاكسجين اللي هي المفروض ان هي تاخده. فده جزء مهم جدا احنا ما كناش فاهمينه، والجزء ده هو المسؤول عن التلف اللي بيحصل في انسجه الجسم كلها. التلف اللي بيحصل في الرئه واللي بيبان على التهاب الرئوي، التلف اللي بيحصل في اعضاء الجسم المهمه زي القلب، ويبان زي ما حضرتك قلت في الاول المثل اللي هو اللي هو مريض بروكلين، مريض بروكلين المشهور، المريض اللي دخل على انه هارت اتاك، كانه ازمه قلبيه. والانزيمات طلعت واكن في مايوكارديال انفاركشن بيحصل، وهو ما فيش حاجه جلطة في الشرايين، كانه جلطه في القلب. انما ديت بيحصل تلف في عضله القلب مايوكارديتس وهبوط، وهو ده اللي بيؤدي في الاخر للوفاه، اللي هو الهبوط في عضله القلب والهبوط في الكلى وفي الكبد. ازاي المرض ده بيشتغل؟ حط حاجات كتيره هجي لك بقى في الفائده بتاعت جهاز التنفس الصناعي. انا شفت مؤتمرات صحفيه للدكاتره الصينيين اللي هم كانوا بيعالجوا الوباء لما ابتدى في يوهان، و ساعتها ما كنتش فاهم الراجل الدكتور اللي هو اللي كان مسؤول عن الخطة بتاعت العلاج قال كلمة غريبة جدا، قال لك انهم بيدوا جرعات كبيرة جدا من الكورتيزون، وفهمنا بعد كده زي ما انت قلت حتة السيتوكاين ستورم اللي بتحصل ديت بيقلل رد فعل المناعي بتاع الخلايا الالتهابية. بيدوا جرعات عالية جدا من الكورتيزون، بيدوا الدواء بتاع البلاريا ده هو عشان يمنع التصاق الفيروس بكرات الدم الحمراء، ومن هنا جت التشابه ما بين المرض ده والمرض ده هو. والحاجة الثالثة اللي قالها وبرضه شدت انتباهي الـ early use of ventilators، يعني الاستخدام البدري جدا لأجهزة التنفس الصناعي، يعني ما تستناش ان انت المريض بتاعك يتعب لدرجة ان هو مش قادر ان هو يستحمل اكتر من كده وبعدين تستخدم جهاز التنفس الصناعي. لا، استخدم جهاز التنفس الصناعي من الاول علشان تريح القلب وتريح الرئة، وبأي طريقة ازود كمية الاكسجين اللي واصله له، عن طريق تزويد التركيز نفسه، وعن طريق استخدام الميكانيكال فنتليتور او اجهزة القلب، اجهزة التنفس الصناعي بدري عن ما العالم كله متعود ان هو يستخدمه. الحاجات ديت ساعدتهم ان هي تقلل نسبه الوفيات في الحالات اللي هي اضطروا ان هم يتعاملوا معاها في الرعايه المركزه. اللي هو اتدربت ما بين الفيروس بيشتغل ازاي وتطور طرق العلاج بتاعته على مدى الكام شهر اللي فاتوا. خد بالك احنا بنتعامل مع حاجه بقالنا كام شهر، حاجة ما كانتش موجودة قبل كده، ما شفناش المرض ده قبل كده ولا حد شافه قبل كده، ما حدش شاف حاجة بالعنف ده في بعض الأشخاص. بعض الأشخاص اللي هم السن فيه من كبير، يعني من السبعينات الثمانينات في إيطاليا مثلا، يمكن عندنا هنا عشان ما عندناش المتوسط العمر العالي دوت يمكن نبتدي نشوفه في سن اصغر شويه، في ناس المناعه بتاعتهم متاثره، عندهم امراض تانية زي كلى او كبد او امراض في القلب. هي دي الفئه اللي احنا المفروض ان احنا ناخد بالنا منها جدا ونحافظ عليها. والفئه دي بس عشان الناس ما تقولش الفئه دي انا ممكن اكون منها، لان ده متوسط العمر كده، ويعني ممكن اكون عندي قلب وانا مش واخد بالي.
انا مش بقول ان انا بعيد عن القصه ديت، لا انا ممكن اكون واحد من الناس اللي هم معرضين. فبالتالي يعني احنا مش بنقول حاجه ان هي هتحصل لغيرنا، لا دي حاجه ممكن ان هي تحصل لنا برضه. السؤال اللي حضرتك برضو عايزين نفهمه او نقرب منه شويه، المرضى القلب اللي عملوا عمليات اللي هم ماشيين على ادويه دول دلوقتي، الخوف هيزود عندهم مشاكل التوتر برضو. انا عايز حضرتك يعني توضح للناس خطوره الهلع والخوف على حاله القلب، على حاله الضغط دي. اعتقد انه طبعا زي ما حضرتك بتقول، يعني ساعات كتيره جدا الخوف المبالغ فيه بصوره غير مبرره بيؤدي لضرر اكتر. يعني في ناس ممكن تبقى انت واقف مثلا بتهددها بان انت هتموتها بمسدس او باي حاجه، ممكن يموت من الرعب اكتر من قبل انت ما تبتدي يعني تضربه بالنار. يعني الرعب نفسه في حد ذاته ده حاجه قاتله، وتاثيره بيبقى عالي جدا على يعني الاجزاء المختلفه من جسمنا. بتطلع كميات كتيره جدا من هرمونات الادرينالين والنور ادرينالين، بتزود ضربات القلب. اللي عنده بس يعني ضيق في الشرايين بصوره متوسطه، ممكن زياده ضربات القلب والنبض والشغل بتاع القلب يخليه اكنه ضيق جامد. فبالتالي مفيش اي داعي ان احنا نفضل قاعدين طول النهار مستنيين ان احنا هيحصل لنا كذا. زي ما احنا عرفنا الفيروس ده ما بيتنقلش بالاكل او بيتنقل بالشرب او مش بيتنقل بالهواء اللي احنا بنتنفسه كده بدون اي وجع، لا هو بيتنقل عن طريق شخص كان عنده الفيروس دوت في صوره اكتف، بيكح او بيعطس او بيتف في الارض وانت جيت اتنشقت الرذاذ دوت. في كلام كتير ان الرذاذ ده بيقعد شويه متعلق في الهواء، لو واحد بيعطس الرذاذ بيمشي مسافه اكتر، لو واحد بيكح، لو واحد حتى بيزعق. يعني في ناس جالهم من حضور حفله كان فيها كورال، فالناس بتوع الكورال دول طبعا بيستخدموا صوتهم بطريقه عاليه شويه، ففي ناس اللي قاعدين في القاعه اتعبوا. ففهمنا لطريقه نقل الفيروس، لو الناس اللي كانوا قاعدين في القاعه ديت كانوا حاطين ماسكات وحاطين واقي للعينين ما كانش ممكن ان هم هتحصل لهم العدوى ده، لان يعني ده مش ده جسم غير حي محطوط حواليه ماده دهنيه، وهو ده الفيروس. هو اصلا كيان ضعيف جدا ما بيكتسبش الحياه غير لما يخش جوه جسمنا. فمن السهل التعامل والقضاء معاه بغسيل الايدين بكثره، باستخدام المضادات والزيت اللي في الكحول، بالمضمضه والغرغره بمواد مطهره، بتغطيه الفم والانف والعينين. فيعني ما فيش داعي للهلع دهوت، مش هينط ويخترق الحيطان وهيجيبنا. يعني السوشيال ميديا، الفيسبوك والسوشيال ميديا مرتع رهيب للإشاعات، ومرتع رهيب كمان اللي أنا بدأت ألاحظه للنصابين. يعني بدأت تظهر دلوقتي حتت نصابين يقولوا أنا عندنا دواء، عندنا المنتج رائع جدا يحميك وإلى آخره. انتشار الإشاعات عبر السوشيال ميديا، وأيضا انتشار أساليب النصب عبر السوشيال ميديا. طبعا دي يعني أي جائحة أو وباء أو أزمة في ناس كثيرة جدا لازم تطلع وبتحاول إن هي تستفيد بيها، سواء على الناحية الاقتصادية أو على الناحية زي ما حضرتك بتقول الترويج لأدوية ومنتجات أصلا ممكن ما يكونش ليها أي قيمة، والتعقيم عن طريق مش عارف الموجات فوق الصوتية، والجهاز ده لو حطيته في البيت هيمنع الفيروس ان هو يجيلك. فاحنا بنشوف الحاجات دي كتير. فالنصيحه اللي انا بوجهها للناس الالتزام بالكلام اللي بيطلع من وزاره الصحه عندنا. وزاره الصحه عندنا والحكومه بتاعتنا ادائها في الفتره اللي فاتت دي اكثر من رائع، وبيتعاملوا مع الازمه بنوع دقيق جدا من التوازن،
ما بين الضرورة الصحية مع الضرورة الاقتصادية. فنسمع كلام الناس من ناحية توصيات الأدوية بتاعتهم، توصيات طرق غسيل الإيدين وطرق التعقيم، وزي ما احنا شايفين الدولة بتوزع الماسكات على الناس اللي بتركب المترو، والناس ابتدت ان هي تفهم الحكاية ديت. يعني انا بشوف ناس راكبين كلهم لابسين الماسكات، وبالتالي قادرين ان هم يتنقلوا، ويا رب نفضل محميين بالطريقه ديت. يعني الشعب بتاعنا شعب ذكي، وكلنا مراهنين على وعيه وعلى ذكائه. القاعده الطبيه اللي انا عايز حضرتك برضه تقولها لشباب الاطباء، وخصوصا اللي بيشتغلوا جراحات، انه ما فيش emergency during pandemic، بمعنى انه ما فيش جراح او ما فيش دكتور يتحرك من مكانه الا ما يتاكد ان الاكويبمنت بتاعته كلها والحماية بتاعته كلها متوفرة. الحتة دي بالنسبة للشباب الأطباء يعني السلوجن ده جديد على لا لاحظت انه جديد على عموم شباب الأطباء، كل ما اقوله لهم يستغربوه. No emergency during pandemic. هم طبعا يعني مش متعودين على القصة ديت، ومتعودين دايما ان هم بيحطوا نفسهم في الصفوف الأولى وبيلقوا بأنفسهم في التهلكة علشان يحاولوا ان هم ينقذوا المريض بتاعهم. ودي الصورة اللي نفسي توصل للشعب كله. الأطباء بتوعك دول جزء منك، ولادك وإخواتك وأبوك وأمك خايفين عليك أكتر منك. وزي ما بقول لحضرتك يعني لما بيجي الواحد في الرعاية وبيشوف إن هو نفسه تعبان، فممكن يجري على طول ويحاول إن هو يحط له أنبوبة وهو مش لابس أي حاجة. خلاص دي كده بيسموها بالبلد يعني دي فورة، يعني لأنه هو هياخد كمية من الفيروس بجرعة كبيرة، لازم هيستنشقها أو هتيجي في عينيه، وبالتالي ده أصبح مريض. وفقدنا واحد وعضو مهم جدا من الفريق الطبي اللي بيحارب الفيروس. والفريق الطبي اللي بيحارب الفيروس ده أحب أقول للناس أنه هو من شباب الأطباء المتواجدين في الرعاية المركزة، دول هم شباب الأطباء مش إحنا. إحنا ما بنبقاش متواجدين في الرعايه طول النهار، ممكن ندي راي، ممكن ندي نصيحه، انما اللي بيقوم بالرعايه والعلاج الفعلي هم شباب الاطباء من شباب الرعايه المركزه والرعايه الحرجه. وبرده يهمني جدا في الوقت ده ان انا اوجه الشكر لكل رائد من رواد الرعايه الحرجه في مصر اللي دخلوا التخصص دهوت، واللي اصلا ما كانش موجود. يعني أستاذنا أستاذ دكتور شريف مختار طبعاً، ربنا يديله طولة العمر، من أوائل الناس اللي دخلت التخصص دهوت وصمم إن هو يكون موجود وقابل عقبات كتيرة جداً. دكتور حسام موافي معاك أساتذة، دكتور موافي طبعاً يعني اللي مكمل ورفع الراية بعد دكتور شريف، وليه طبعاً معزة خاصة في قلوبنا. الدكتور استاذ دكتور احمد غالي عندنا طبعاً في عين شمس، من رواد ادخال الفرع ده في مصر. استاذ دكتور حسين صبري استاذ الرعايه المركزه والتخدير في جامعه عين شمس، واللي كمل بعديه استاذ دكتور عادل الانصاري. الناس دي كلها هي الفرع ده ما كانش موجود، دخلوه اولادهم واخواتهم الصغيرين، هم اللي موجودين في الرعايات المركزه في كل حته في مصر دلوقتي، وهم وبلبش في مصر بس، انا عايز اقول لحضرتك في العالم، في انجلترا وفي امريكا، الولاد دول هم والمصريين منهم هم القاده، وهم اللي شايلين عبء مواجهه الفيروس دوت بصدورهم، وبيتعرضوا في الوقت الحالي لاقصى درجات الضغط. ربنا معاهم وبنوجه لهم الشكر والتحيه وللرواد اللي علموهم كمان. السؤال الاخير، الناس كلها بتبقى الآن، هل الجراحات الإمرجنسي جراحات اللي حضرتك بتجريها سواء مثلا جراحات شريان التاجي أو الأورطي، جراحات اللي بتتعمل للمرضى في كل مستشفيات عين شمس أو القصر العيني، بتجرى بتلقائية وبإنسابية طبيعية جدا في الوقت الحالي؟ عمليات القلب ديت مش عمليات إلكتيف، يعني ما نقدرش نقول ان في واحد عنده ضيق في الصمام الاورطي او عنده ضيق في الشرايين التاجيه ان دي حاله اختياريه. لا، دي مش حاله اختياريه. لو في واحد اتشخص بالقصه ديت
العمليات بتاعتنا موجودة ولازم يعملها، لأن كل ما بيستنى كل ما بيحصل مشاكل. فالعمليات ديت موجودة في جميع المراكز الحكومية والجامعية والخاصة، مفيش أي حاجة غير متوفرة. ويمكن الناس بس في الوقت الحالي لسه يعني عندها شك من الحاجة اللي موجودة الأول اللي هي حالة الكورونا، إنما بحب نطمنهم إن مفيش أي مشكلة خالص. هم احتاجوا العلاج في الوقت الحالي، إن هم هيلاقوا العلاج وهيلاقوا الناس. وإحنا ياما اتعقمنا وكان في احتمالية إن يتنقل لنا، وفي زمايلنا اتنقل لهم أمراض من تعقيمهم في العمليات، فإحنا مش هنخاف من الكورونا في الوقت الحالي يعني. دايما أنا بقول يعني حتى لما كنت في جلسة مع زملائي من الإعلاميين وأصدقاء خارج الوسط، حتى سألوني يعني كان الحوار، فأنا قلت لهم جملة سبحان الله يعني ربنا ألمني، قلت لهم اللي أنتوا بتشوفوه دلوقتي بس مش مختلف عن اللي كان بيحصل قبل كده. احنا عشنا طول عمرنا قريبين من التي بي، قريبين من فيروس سي، التي بي اللي هو الضرن، قريبين من امراض من الايدز، قريبين من كل الامراض. هي الفرق بس دلوقتي ان احنا عايشين تحت الميكروسكوب شويه، او بمعنى اصح انه الاضاءه والكاميرات بدات توجه لينا بعد فتره طويله كنا عايشينها في الظلال. لكن هو نفس حياتنا دلوقتي هي نفس حياتنا قبل كده، كلها في وان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله حياتنا يعني هتبقى دايما احسن. انا بتكلم على الاطباء يعني، الاطباء تحديدا، انا بقول لهم على الدكاتره. الدكاتره عمرنا ما خفنا ولا يعني فكرنا اللحظه قبل ما نخش في مريض، لان هو بيحمل نوع معين من الفيروس او البكتيريا اللي ممكن ان هي تهددنا. احنا جزء كبير جدا من المرضى المصريين بتوعنا عندهم فيروس سي، الحمد لله دلوقتي الحكايه دي بتختفي، انما في الوقت اللي هم كانوا عندهم فيروس سي كنا بنعمل لهم العمليات بصوره عاديه تماما. في ناس كثيره مننا حصل لهم اصابه وهم متعقمين من ابره او من مقص او من مشرط، احتماليه ان كان يتنقل لنا عاليه، وفي ناس اتنقل لهم. فاحنا يعني عمرنا ما بنخاف على نفسينا قد ما احنا بنخاف على المريض اللي هو جه يحملنا مسؤوليه ان احنا نعالجه، لان دي مسؤوليه كبيره جدا. وبصرف النظر عن عنده ايه وممكن نتاذي منه ازاي، فده لا يمكن يكون حائل. يعني طول عمرنا زي ما حضرتك بتقول التي بي، دكاتره الصدر طول النهار بيتعاملوا مع عيانين عندهم تي بي وبيكحوا في وشهم. انما يبقى هو ما حدش يعني على الفكره انه احنا بس الفرق بين الصورتين ان دلوقتي بقت احنا عايشين تحت الميكروسكوب بتاع الشعب كله، متشافين شويه بالشعب اكتر يعني، وده كويس. نعمل ان هو بس طبعا، لان برضو كان في الفتره اللي فاتت دي كان في صوره سلبيه شويه بتتنقل للناس عن ان الدكاتره دول مش مهتمين، ان الدكاتره دول يعني مهتمين بس بنفسيهم لا طبعا. الناس لو تعرف قد ايه الدكتور بيحارب علشان المريض بتاعه، بيخاف عليه اكتر من اهل المريض نفسه، لانها مسؤوليه. بس انت واحد جيت حملتني حياتك ازاي يعني حاجه مش بسيطه يعني. انت كالعاده الحوار معك ممتع للغايه، وانا سعدت جدا بهذا الحوار رغم ان هو عن يعني عبر وسائل التواصل، لكن استفدنا من وجودك استفادة كبيرة جدا. أعتقد أنه واحد من الحوارات التفصيلية اللي لازم الناس تسمعها كتير، فيها تفاصيل دقيقة للغاية. والحقيقة كمان عايز أقول لحضرتك أن أنا حظي وحش، أن أنا كل ما أنوي أن أنا أكون معاك في إحدى رحلات الصيد الجميلة على يعني بيحصل ظرف مرة مش عارف إيه مرة إيه، يعني مش مكتوب لي الظاهر أن أكل سمك من إيدك. لا 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 لا، إن شاء الله إن شاء الله هنتقابل بصرف النظر عن الكورونا مش كورونا، هنتقابل. اللي ما يعرفش طبعا اللي لازم الناس تعرف ان الدكتور جمال سامي من الغواصين البارعين ومن هواة الصيد او من محترفي بقى الصيد المتميزين في مصر وفي العالم العربي يعني، فلازم الناس تعرف عنك. كنت حضرتك عايز تقول ايه؟ لا انا كنت عايز اقول لك ان برضه يعني احتماليه ان حد يحصل له حاجه من عدوى في وجوده
على شاطئ البحر او في وجود جوه البحر، دي احتماليه قليله جدا. اه طبعا فيعني مش عايزين مش عايزين نخوف الناس من القصه ديت، عشان بلاقي ناس ايه قاعدين على البحر، ده يعني هيحصل ايه لما يقعدوا على البحر؟ ده بالعكس، ده الهواء نفسه بتاع البحر والفريشنس بتاعه ان هو بيتجدد على طول، ده لا يمكن يحط اي احتمال ان اي حد يحصل له اي حاجه، يعني صعب المناعة، جدا. احنا عايزين المناعة تتحسن بتاعت الناس. والله اللي حابب يروح يقعد في بيته ويكون قريب من البحر يروح يقعد، بس يعزل نفسه ويكون بعيد عن صعب. الناس ويكون واخد الاحتياطات وقاعد ومعاه اكله وبتاعه تمام. يعني حاجة جميلة جدا تمام. جدا جدا. الحقيقة وحشتنا جدا، والنهارده يعني زي ما قلت لك يوم جميل ان احنا سمعنا حوارك الممتع جدا والتفاصيل مهمة جدا ومتنوعة. طبعا الجراح العالمي الكبير استاذنا الاستاذ الدكتور جمال سامي، وحشتنا ونورتنا واسعدنا جدا بوجودك معانا في الناس الحلوه. اكيد الحوار، ميرسي جدا دكتور ايمن، ربنا يخليك يا فندم. الحوار مع دكتور ميرسي. جمال بيه كان حوار مهم جدا ونقاطه كانت مهمه وتفصيليه، واعتقد احنا ما سيبناش نقطه واتكلمنا في نقاط مهمه جدا فيما يتعلق بالنظره الطبيه الاكثر قربا لتطورات هذا المرض، لكن يبقى نقاط الكورونا عديده ومتنوعه. خليكم دايما فاهمينها كويس جدا، وخليكم فاهمين ان هذا مرض من الامراض اللي هيكشف الكثير من صفحاته ومن وجوهه في الفترات القادمه. خليكم دايما مع الناس الحلوه.